السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية المصرية، معكم سالم ماسي في برنامجكم برنامج المهمة. اليوم موضوعنا مهم جدا، هو انتشار المخدرات أو كيفية محاربة انتشار هذه المخدرات في المجتمعات العربية. اليوم مجتمعنا يعاني بشكل كبير من انتشار هذه المخدرات في عموم العراق. عندما نتحدث في عموم العراق، المهمة ستكون سهلة إذا الحكومة قامت وسيطرت على هؤلاء المروجين وطوقت الحدود، وسوف نحصل على نتائج كبيرة في محاربة انتشار هذه الآفة التي ربما تفتك بالشباب وتفتك بمستقبل المجتمعات. أعزائي المشاهدين تعالوا معنا حتى نلتقي بالمعنيين. إذن أعزائي المشاهدين نحن مستمرين معكم برنامجكم برنامج المهمة. طبعا الشرطة المجتمعية لها دور كبير في الحد من ظاهرة انتشار الحبوب والمخدرات في كل أنحاء العالم. دائما هنالك شرطة مجتمعية تتابع هذه المهمات الصعبة التي ربما توعي الشباب وتقوم بنصحهم ووضعهم على السكة الصحيحة. راح نلتقي بالسيد العقيد عبد الله حسين مدير الشرطة المجتمعية، وسوف نسأله على أهم المهمات التي قاموا بها وأهم النصائح لشرائح الشباب الذين ربما يحتاجون إلى نصائح. تعالوا معنا. إذن أعزائي المشاهدين نحن مستمرين ببرنامجكم برنامج المهمة، وحاليا راح نلتقي بالسيد العقيد عبد الله حسين محمد مدير الشرطة المجتمعية في نينوى. سيد العقيد، في الآونة الأخيرة انتشرت في بعض الأحياء الحبوب المخدرة، هنالك من يركض خلف هذا الطريق. أريد نعرف من جنابكم دوركم كشرطة مجتمعية في الحد من انتشار الحبوب المخدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بكادر قناة الموصلية ومشاهديه الكرام في محافظة نينوى. الشرطة المجتمعية في محافظة نينوى تأسست عام 2017 بعد التحرير من عصابات داعش الإرهابية، أخذت على عاتقها محاربة الظواهر السلبية في المجتمع من خلال حملات التوعية التي تقوم بها وحل المشاكل وديا دون اللجوء إلى القضاء. عملنا استباقي قبل حدوث الجريمة، من حدوث الجريمة. راح أتكلم فيما يخص المخدرات في محافظة نينوى. أول من عملت الشرطة المجتمعية كانت أول ما تحررت هي ناحية القيارة في محافظة نينوى. كانت جميع أقسام ومديريات الشرطة في المحافظة كلها تعمل على مقاتلة داعش. جميع الأقسام كانت غير مشكلة، اللي هي المخدرات ومراكز الشرطة احنا كان عملنا توعوي. كانت هنالك هجمة شرسة على محافظة نينوى من خلال ترويج المخدرات للمخيمات خاصة في الجدعة. أول عمل عملنا به بعد تشكيل الشرطة المجتمعية اللي كانت هي نموذج أو في ناحية القيارة، شكلنا هذا القسم بداية التحرير قبل تحرير محافظة نينوى. عملنا على وضع كيناين في السيطرات اللي موجودة، كانت أقسام الداخلية كلها مهيئة لمقاتلة داعش، كلها أفواج طوارئ مع قوات الشرطة الاتحادية. هاي الأقسام غير مشكلة اللي هي المخدرات والبقية مكافحة الإجرام وكل مراكز الشرطة. الشرطة المجتمعية عملت على التوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وعدنا كانت الشرطة المجتمعية في بغداد إسناد إنه، فكنا معهم نعمل على مكافحة المخدرات. أول اقتراح عملنا به جلب مفرزة من الكينين وضعها في السيطرات حتى تفتيش السيارات على موضوع المخدرات. وضعنا بروشرات في المنطقة منها لا تجرب المخدرات وغيرها، لأنه شفنا هنالك خطر كان على محافظتنا، والحمد لله هذه التوعية أعطت نتائجها. المخدرات طبعا هي لا تقتصر على فئة معينة، تستهدف جميع الفئات في محافظة نينوى. كلكم تعلمون داعش كان يريد انه يخلق فجوة، عندما انكسر في المعركة بدأ حتى هو قام يروج لهذه الظاهرة. اخر شيء بين عناصره لانه انهاروا، شفناهم قاموا يتعاطون مخدرات حسب المعلومات اللي جت علينا، انه هم قاموا يستخدمون المخدرات حتى
أعصابهم انهارت، رادوا أنه حتى الانتحاريين ما هم قاموا يتعاطون مخدرات. فإحنا شفنا هذا الشيء أنه لازم نستثمر إحنا، أنه المواطنين حتى يعرفون شنو داعش وشنو قام يستخدم حتى هاي الأساليب في سبيل التمرير. حتى في البداية كان بالأخير قاموا أنه صار تمويل لهم، حاولوا هم يستخدمون هذا الشيء من خلال عملنا إحنا كشرطة مجتمعية. هذا في البداية أحكي لك إياه. بعد التحرير محافظتنا من داعش عملنا على تشكيل قسم المخدرات الذي يعمل ميدانيا وأعطى نتائج كبيرة. لابد أن أذكر أنه محافظة نينوى وهي طبعا أقل المحافظات والحمد لله يعني ما بها ظاهرة منتشرة، عندنا ظواهر أكبر من عدها اللي هي العنف الأسري، ابتزاز الإلكتروني، يمكن بالمرحلة الثالثة تجي المخدرات. هنالك هجمة شرسة على جميع العراق شفناها، يعني أنه وجود رصدنا بعض الحالات اللي موجودة قسم من الشباب وأصلناها للمخدرات واتخذ الإجراء القانوني به. اليوم احنا كقسم شعبة الشرطة المجتمعية تعمل مع قيادة الشرطة نينوى من أجل الحد من هذه الظاهرة. قيامنا بحملات توعية في المدارس في الأسواق من خلال الندوات وغيرها. آخر ندوة عملناها مع شؤون العشائر هو أنه تحت شعار المخدرات والإرهاب وجه واحد نعتبرها احنا. حقيقة المخدرات احنا يمكن انا اشوف اخطر من الارهاب. الارهاب يستهدف شخص واحد لكن المخدرات تستهدف مجتمع ولها تأثيرات كبيرة، ليس فقط على الفرد وانما لها تأثيرات على الاقتصاد وعلى المجتمع. اليوم احنا بخلال حملات التوعية في خطة المخدرات دائما عندنا بروشورات نوزعها على المواطنين في الاسواق من خلال جميع مفارز اللي منتشرة في محافظة نينوى. مثلا عندنا يعني حتى في القيارة في تل عفر في سنجار عندنا هذه البروشورات نوزعها وبها الخط الساخن للشرطة المجتمعية والخط الساخن لمكافحة المخدرات. هذه الخطوط ممكن انه اي مواطن يبلغ عن حالة موجودة. والحقيقة احنا نعمل مع قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ليس يعني تعرف انت كان هو قسم المؤثرات العقلية ايضا او اكو قسم للمخدرات اللي احنا عملنا دراسات عليها مع جامعة الموصل اللي هي المؤثرات العقلية. شنو المؤثرات العقلية؟ طبعا هذه ايضا من انواع الادمان اللي موجودة، انه الشخص خاصة على استخدام الانترنت هنالك يضع في اذنه سماعة بها تردد والتردد الثاني مختلف. طبعا هذا راح يولد ادمان الكتروني يشبه ادمان المخدرات. نشوف الشاب او الطفل أو غيرها وكأنه يتناول مخدرات يسمع هذا يقوم ما يستطيع أنه ينام أو ما يستطيع شغلات أخرى يعملها إلى أنه إلا يتناول هذه المخدرات وكأنها مثل الحبوب. طبعا احنا هم نعمل على من خلال حملات التوعية اللي نقوم بها بالمدارس وفي جامعات الموصل نستهدف هذه الفئات ونحذر من عندها. إذن مستمرين معكم أعزائي المشاهدين، راح ننتقل للدكتور محمد ناظم مدير مستشفى الشفاء. طبعا راح نتحدث ونسأل حول يعني أهمية مقاومة هذه الآفة التي ربما تفتك بالشباب، وراح نسأل حول أهمية خضوع المراجعين أو الذين يتعاطون هذه الحبوب إلى هذا المستشفى، وما هي الأعداد التي تزور هذه المستشفى، وما هي السرية التامة، وهل هناك يعني تعامل يومي مع هذه الحالات؟ تعالوا معنا. أريد تتحدث لي عن الحالات التي تجي على المستشفى وأيضا الأعداد وأيضا كيفية المعالجة، وهل هنالك يعني تقليل كبير من المتطوعين الذين أصابتهم الآفة ويريدون التخلص منها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية رحب بالمشاهدين الكرام. احنا المركز اللي تم افتتاحه في مستشفى الشفاء على مستوى محافظات القطر هو المركز الأول بعد بغداد، صار بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، كان هو فد حل لمعالجة أو التخلص من هذه الآفة بافتتاح مركز
لعلاج الإدمان والمؤثرات العقلية. يعني هذا يشمل المدمنين على المخدرات والمدمنين على الأدوية، المواد اللي تسبب الإدمان، العلاجات اللي تسبب الإدمان. تم افتتاح هذا المركز وبمواصفات عالية جدا، يعني مستوى الخدمة الفندقية المقدمة في المستشفى على نظام السويتات ومؤثثة بالكامل. يدخل المستشفى المرضى قد يكون إما محال من مجلس القضاء ومن مادة 39، أو قد يأتي بصورة طوعية يراجع مركز قسم مكافحة المخدرات ويحال إنه بموجب كتاب. يتم استقبال المريض ويدخل المستشفى، يتلقى العلاج اللازم، يبقى لحين اكتساب الشفاء التام، ومن ثم يوصى من قبل الطبيب النفسية احنا نقول اطلاق سراح، لكن هو كخروج من المستشفى حتى يندمج وكفرد طبيعي بالمجتمع. يعني الحمد لله دخل عدد كبير من المرضى، واللي هم اكثرهم كان طوعي نتيجة نقدر نقول التثقيف اللي موجود عن طريق وسائل الاعلام او التثقيف اللي بطرق اخرى من المجتمع اللي يكتسبها المواطن. والحمد لله دخلوا الحالات اللي عندنا واكتسبوا الشفاء التام، وحاليا هم مندمجين بالمجتمع وفي تواصل، احنا في تواصل مستمر معهم. يعني المراجعة على مستوى مرتين بالشهر يغرض اعادة تقييم الحالة وللاطمئنان على اسلوب حياة اللي بدأ جديد بعد اكتساب الشفاء التام من المخدرات. دكتور الاعداد هل هي قياسا لأربع ملايين ونص؟ يعني قد تتوقع بالمية عندهم هاي الحالة؟ احنا اصلا محافظة نينوى يعني من اقل المحافظات حاليا الحمد لله مستوى المتعاطين. يعني اللي المشمول التعامل مع المخدرات قد يكون متاجر او حيازة او متعاطي. احنا المتاجر او الحيازة هذا ما من ضمن شغلنا، احنا فقط المتعاطين. كمستوى عدد المتعاطين من خلال اللي تقارير اللي ناخذها من جهات اصحاب العلاقة الجهات الامنية، يعني كمحافظة نينوى اقل عدد من باقي المحافظات الحمد لله. هذا بجهود الجميع ان شاء الله. يعني احنا نثني على دور الاعلام بالتثقيف والتوعية من مخاطر هذا الحالة او الحالة المعيبة اللي ممكن انه قد يلجأ لها بعض الشباب. فكنسبة الحمد لله يعني اكو عدد من الرقود في مستشفانا، نتأمل باقي النسبة. النسبة الحقيقية ما مكشوفة لحد الان، يعني احنا ما نعرف النسبة الحقيقية لعدد المتعاطين، لان المتعاطي قد إما هو شغلة خاصة به ما يلجأ للقضاء خوفا من القضاء. لكن أنا أنصحهم لكل شاب أو لكل شخص سلك هذا الطريق، الباب مفتوح له، ما راح يتحمل أي مساءلة قانونية، يراجع عن طوع نفسه ويتلقى العلاج. والموضوع كله ضمن طي الكدمان والسرية، هذا خصوصية المريض، يعني نضمن له سرية العلاج. وأيضا أي مساءلة قانونية ماكو بالنسبة للمتعاطي. إذن أعزائي المشاهدين، إحنا مستمرين ببرنامجكم برنامج المهمة، ورح ننتقل إلى الدكتورة انتصار عبد الكريم مسؤولة الصحة النفسية في وحدة في هذه الوحدة، وحدة علاج الإدمان. طبعا المريض أو الشاب الذي يتعاطى هذه الحبوب ربما سيدخل في هذا المكان وسيتم علاجه بسرية تامة، وننصح من يتعاطى زيارة هذا المكان للتخلص من هذه الطريقة التي تؤدي في النهاية إلى إرهاق الآباء والزوجة والأولاد، والعودة إلى الحياة الطبيعية من هنا تبدأ. إذا أعزائي المشاهدين تعالوا معنا إلى الدكتورة. إذا أعزائي المشاهدين نلتقي بالدكتورة انتصار عبد الكريم، طبعا طبيبة مختصة بالأمراض النفسية. دكتورة، أهم سؤال عندنا هو آفة المخدرات هي آفة تفتك ربما بالشباب أكثر من كل المواليد. الشباب هم قادة المستقبل ربما نعتبرهم، ولكن عملية الفتك بالشباب ربما يأتي عن طريق هذا المدخل
اللي ربما سيؤثر على تقدم مجتمعنا إلى الاستفادة من هؤلاء الطاقات الشابة. شو تقولين دكتورة؟ أكيد الإدمان آفة منتشرة حاليا والحد منه ضروري، كل ما بدينا وقت أقرب كان أحسن قبل ما تزداد. والأكثرية اللي نشوفها هي أدوية طبية مساءة الاستعمال أكثر من المواد الإدمان الأصلية. دكتور اليوم يعني جنابك هنا بهذه المستشفى، يعني كم حالة تستقبلين خلينا نقول بالشهر معدل إيش قد؟ كبداية الردها عندنا انفتحت من 3 أشهر وعدد الدخول بيها قليل، نحتاج دعم، نحتاج توعية، خلي الشباب تعرف الأسباب، تعرف النتائج، المضار اللي عتصير. هو يبدي الشاب مجرد انه حبة كبسولة تخليه يحس بانتعاش ويحس بسعادة مؤقتة، فترة يفصل عن الواقع. فبدت الردها تستقبل مرضى، تقريبا عندنا مريض مريضين كل أسبوع داخلين يتحسنون ويطلعون، يجونا بعدين دوري زيارة، مجرد زيارة. الدخول بعملية سرية نهائي، ما أحد لا يعرف اسمه ولا تنشهر المادة اللي مستعملة، ولا يدخل ياخذ علاجاته خلال أول أسبوع، الأسبوع الثاني مراقبة، خلفه يطلع. إذن أعزائي المشاهدين احنا مستمرين بمهمتنا معكم، راح ننتقل إلى أحد شيوخ المساجد اللي هو ذاكر الحساوي إمام وخطيب جامع الباشا، ليتحدث لنا عن أهمية تطويق هذه الظاهرة التي دخلت مؤخرا على بلدنا ونصح الشباب، وأيضا توجيه النصح إلى الآباء بمراقبة الأولاد بعد ودخول، يعني بعد دخولهم من البيت وبعد خروجهم ومراقبتهم. تعالوا معنا. شيخنا اليوم كيف احنا نقضي على هاي الحالة من خلال توجيهات بالمساجد او من خلال اي طريقة حتى نقدر نحد من انتشارها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله الامين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر المامين. وبعده طبعا بادئ ذي بدء اشكر قناة الموصلية المتكرمة ب الحديث حول هكذا مواضيع يعني تهم مدينة الموصل بتهم البلد عامة. أولا يعني قبل أن نتكلم عن كيفية القضاء عن هذه الظاهرة السلبية التي يعني تفشت في مجتمعنا مؤخرا، لابد لنا من بيان حكم الشرع في المخدرات. يعني ربما بعض الناس يعول على أنه ليس هنالك نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على حرمة المخدر. أولا نقول أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فنحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، أو كل شراب أسكر فهو حرام. إذن فنقول العلة في تحريم الخمر هو الإسكار الذي يؤدي إليه الخمر، وما سمي الخمر خمرا إلا لأنه يخمر الدماغ صاحبه أو متعاطيه. لهذا نحن نسمي المرأة التي تغطي حسنها بقطعة قماش نسميه خمارا، لأنها تخمر وجهها أي تغطيه. فبالتالي الذي يخمر دماغه يعني عقله بأي شيء مخدر يسمى ذلك شنو؟ سمى خمرا. ثم القاعدة تقول: ما أسكر كثيره فقليل حرام. يعني أي حبوب أو أي شراب أو أي طعام يؤدي إلى الإسكار أو يؤدي إلى تخمير العقل عدم التمييز فهذا حرام بلا شك فيه.
كما أننا نقول يعني ربما هنالك بعض الحبوب حتى لو لم تؤدي إلى التخمير العقلي وإلى الإسكار وإلى فقدان الوعي تكون محرمة لما فيها ربما من إتلاف النفس والإظهار بها، ونحن أمة مأمورون بالحفاظ على أنفسنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلو أن طبيبا قال بأن الدواء الفلاني يؤثر على الجهاز العصبي أو يؤثر على الدماغ أو يؤثر على العضلات أو ما شابه ذلك، يحرم على هذا المريض أو يحرم على هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا الشخص أن يتعاطى ذلك الحبوب أو تلك الحبوب لما فيها من ضرر على الجسم حتى ولو لم يثبت تخديرها. فكيف والمخدرات اليوم يعني فيها علتين، أولا علة الإسكار المحرمة كما قلنا في الخمر، والأمر الثاني علة الضرر التي يصيب الجهاز العصبي يصيب الجهاز المناعي جراء استخدام هذا النوع من المخدرات. كما أنه لا يخفى على الجميع أن خطر المخدرات أعظم بكثير من خطر الخمور، مع أن الحرمة واحدة. لماذا؟ لأن المخمورة ممكن أن يترك الخمرة يعني بسهولة أكثر من متعاطي المدمن المخدرات، وهذا ما يثبته الطب. ممكن إنسان اليوم متعاطي الخمور يعني يتعب على نفسه كم شهر ممكن يترك الخمور، كما أنها تشرب بالعلن، كما أنه متعاطيها أمر يتضح عليه. أما المخدرات اليوم تشرب بالسر تباع بالسر، ولديها كما قلنا ضرر على الجسم أكبر، كما أن تركها كثيرا ما يكون أصعب. هذا من الناحية الشرعية. أما ما سألت عنه يعني من كيفية القضاء على هذه الظاهرة، أولا نقول أن هذه الظاهرة أتتنا خلال السنوات العشر السابقة، وربما هذه الظاهرة في قبل 20 سنة يعني قبل الاحتلال لم يكن هنالك ظاهرة المخدرات يعني في هذا البلد، في حين أن البلدان المجاورة أغلبها كانت تتعاطى المخدرات أو يتعاطى أبناؤها المخدرات. حقيقة هذه الظاهرة اليوم هنالك تقصير حكومي واضح يعني بسبب تفشي المخدرات في مجتمعنا العراقي. بلا شك أن هذه المخدرات لن تصنع محليا، وإنما هذه المخدرات تأتي من دول ربما مجاورة أو دول بعيدة، المهم أنها تعبر عن طريق منافذ حكومية. احنا راح نلتقي بأحد المواطنين ونسأله حول تأثير المخدرات على الشباب، برأيك شنو تأثير هذا الطريق على حياة الشاب؟ طبعا بالبداية اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. التأثير على الشباب بحاضرة غير طبيعية، وتأثر على مستقبل الشباب ومن كثرة التعاطي. زين انت ايش تنصح الشباب؟ انصح انه يبتعدون عن هاي المخدرات وهذا الطريق، ما زين ويؤثر على المستقبل مالته. زين انت تسمع مرات اكو شباب مثلا يبلعون ما يبلعون يحشوا لك؟ نادر يعني هنا بالموصل، محافظة الموصل نادر نسمع بيها. اي قليل، ما قليل جدا قليل نسمع بيها. ايه ولكن احنا ايش نتمنى؟ انه لا تدخل المدينة بشكل واسع. شيء اكيد كنا نتمنى هذا الشيء، انه ما تدخل مدينة الموصل وتبقى خالية من هيك اعراض ومن هيك مخدرات ونبتعد عن هاي. ايش قد بالمية تسمع مرات؟ 5% اسمع تقريبا. ايش تسمع؟ يعني انه اكو مخدرات بالموصل وجاي الطب وهيك شيء، بس ما 5%. ما التقيت بواحد يعني يبلع حبوب؟ لا لا، مسيطر عليها يعني ما جاي طب عليها. سيادة العقيل، يعني هناك الكثير من الأعمال اللي تنتظركم، أهم عمل أنت قمتم به تحدث لي عليه أنت ورفاقك، وجدتم مثلا ناس يعني شباب يعني يتعاطون المخدرات واستطعتم أن تحقيق مثلا موضع قدم معهم؟ احنا حقيقة مثل ما تكلمت عندنا رصد هاي الحالات. احنا يعني شفنا مثلا مرات مثلا ايش الأهالي يبلغون عن هيك حالة، احنا دائما آخر شيء والحمد لله أنه فتحت عندنا مصحة كانت ما موجودة في مدينة الموصل، من خلال هذه عندنا كم حالة انه بلغوا عليه الاهالي يبلغون على هيك حالات على شبابهم على اولادهم، افهمناهم انه ممكن انه هذا الشخص اللي مدمن على هاي المادة المخدرة ممكن انه يقدم نفسه كمريض، ممكن انه اذا تواصل مع القسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما عليه اي عقوبة قانونية. فحقيقة يمكن حالتين ثلاثة احنا صار عندنا تبليغ ووصلناها القسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم نقلهم بسلام الى
المصحة اللي موجودة في مستشفى كورول. دكتور مثلا احنا خلينا نفرق بين شخصين، شخص تعاطى مثلا لمدة عام كامل او عامين، وشخص تعاطى مثلا خلينا نقول لشهرين، العلاج هل يختلف بيناتهم؟ احنا مبدأ العلاج اي شخص يدخل المستشفى اسلوب العلاج، فترة التعاطي ما فد شيء رئيسي بالنسبة للمرض. احنا ندخل المستشفى راح يدخل عندنا نبدأ معاه أسلوب علاج، نعطيه مادة تعوضه عن المادة اللي هو كان يأخذها، بس مادة مو قابلة للإدمان، يعني نوع من المهدئات أو نوع أدوية ممكن تعوض عن المادة اللي يأخذها كان سابقا. طبعا هذا نوع العلاج يعتمد على المادة اللي يأخذها، هذا تم مصارحة المريض من خلال تحدث للطبيب المعالج عن نوع المادة اللي كان يأخذها، سواء هي كانت مخدرات أو مواد مؤثرة أو أدوية، على أساس يتم تخصيص العلاج اللازم ويبقى داخل المستشفى. نبدأ بعد فترة نقلل الجرعة اللي يأخذها إلى مرحلة أنه نقطع العلاج ونتابع شخصية المريض إلى أن نصل مرحلة أنه شخص تصرفه بدأ طبيعي، ممكن أنه يندمج بالمجتمع، يوصل الطبيب بإخراجه من المستشفى ويعيش حياته ويعيش بصورة طبيعية. تمام دكتور، نجي على أخطر الحبوب وأخطرها على المريض اللي ربما يخليه ينتحر أو يخليه ما يقدر يعني يتفاعل مع المجتمع ويخليه يستمر. أول أخطر المواد هي المواد المخدرة، الكريستال، هذا فد مادة يعتبر المخدر القاتل، حتى قد يؤدي إلى تشوهات بالجسم بعد فترة من التعاطي، هذا بالنسبة للكريستال. باقي المواد المؤثرات العقلية، الأدوية، هو كله يعتبر ما دام أنه أثرت على مستوى شخصيته أو على اتزان الشخص أو استقراره النفسي، هذا يعتبره مادة خطرة. أي شيء يخرج عن السيطرة هو مادة خطرة، فتبقى المخدرات ككل تعامل مستوى بنفس المستوى مادة خطرة ويجب التخلص منها. زين، بالنسبة إلى الشخص يعني التعافي لداخل كريستال، هذا يتعافى سريعا أو يحتاج له فترة طويلة؟ احنا لحد الان ما صادفنا انه احد مريض تعاطى كريستال، ان شاء الله ما يكون واصل مرحلة او ما متفشي هذه الظاهرة عندنا في مجتمعنا، لكن حتى اذا هذا موجود البدائل ان شاء الله والعلاج موجود. فترة العلاج تعتمد اول شيء على شخصية المريض، ثاني شيء مدى تعاونه او تقبل العلاج. ان شاء الله احنا موجود عندنا اسلوب الاقناع ونوفر له الظروف النفسية والاجتماعية الموجودة داخل المستشفى بحيث أنه نساعده على التخلص من هذه الظاهرة. يعني فترة العلاج تعتمد بالدرجة الرئيسية على المريض أكثر ما هي تعتمد على المادة المخدرة. نعم دكتور، السؤال الأخير، يعني أسألني أسأل وأيضا المجتمع ربما يسأل، لمن صنعت هذه الحبوب؟ طبعا الأدوية اللي تسبب الإدمان كل دواء هو بها تأثير يعني مخصص لعلاج حالة معينة. يعني أنا صادفني مثلا مريض كان يتعاطى مادة تستخدم لعلاج المفاصل، هذه المادة مثل اللاريكا يستخدم لعلاج الضرر العصبي اللي ممكن قد ينتج نتيجة انزلاق أو ضرر عصبي ينتج من نتيجة إصابات مفاصل، هذه المادة بعد استخدامها فترة طويلة ممكن تسبب الإدمان. فنشوف المريض يبدأ إذا يأخذ حبايتين يبدأ يزيد الجرعة 3 إلى 4، فترة يدخل مرحلة الإدمان من الصعوبة أنه يتركها. فهذا كل دواء هو موجود لعلاج حالة معينة، بس بخصوصية أنه هذا ممكن أنه قد يسبب الإدمان. مثلا أكل مهدئات تستخدم لعلاج الأمراض النفسية، صادفني أحد المرضى دخل عندنا وكان ملقى القبض عليه محكوم، لكن الحمد لله جهود القضاء ميزوا المادة القانونية ماله، أحالوا عن مادة 39 بحيث أنه أصبح يدخل تحت طائلة ممكن انه يتعالج بالمصح. فكان ياخذ ماده مهدئه لمرض معين وعنده انفصام شخصيه، فدخل عندنا عالجناه من الماده اللي انه كان ياخذها، وهي نال في نفس الوقت استمر على علاجه. فادويه اكو تستخدم هي مستخدمه لكل دواء لحاله معينه، قد يكون مسكن او قد يكون مهدئ او علاج التهاب اعصاب،
هاي المادة بيها خصوصية هذا الدواء أنه ممكن بالاستمرار عليه ممكن يسبب إدمان. إذن أعزائي المشاهدين نشكر الدكتور محمد ناظم إسماعيل مدير مستشفى الشفاء على هذه الإيضاحات والمداخلات. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. زين احنا نحكي على المضار الصحية، ننتقل هسه إذا الصحة صحة الإنسان أو الشاب، ما هي المضار الصحية للشاب إذا ما استمر عليها لسنوات طويلة ولم يأتي للمعالجة؟ مضار بكثرة، كبداية اقتصادية، المبلغ اللي يحصله من شغله مال الشهر كله ما يكفينه، اقتصادية على أهله يبدي يسحب منهم. ثاني شيء صحية، صحته بتدهور، قدراته العقلية تقل، قراراته تكون ما مؤاخذ بيها. ثاني شيء كأعراض جسدية، أمراض قلبية، ارتفاع ضغط، تدهور بالعضلات، بالقوة، يعني بينه مراحل، يعني قلة كثير. الأكل مثلا أكثر حتى يصير سوء تغذية، لأن مجرد يأخذ العلاج وينام، يأخذ وينام الأكل ينسي، فبيها مضار بكثرة. زين، يعني كثرة العصبية مثلا أكو حالات؟ أكيد عندنا حالات كن دخلت وصل بينه المشاكل مع أهله، يضغب أهله، يتقاتل معاهم، هاجر زوجته، بيها أشياء بكثرة. يعني مثلا واحدة من الأعراض أنه رأسا من واحد يتحدث معه قبل يتنرفز، إيه تعمل عصبية ما طبيعي، خصوصا الساعات اللي بدأ العلاج يقل عنده بدمه، يقل بدمه. زين نيجي على مرحلة العلاج، هي كم مرحلة؟ هي كبداية من ترك تبدي عنده أعراض انسحابية اللي هي مشكلته أو أزمته خلال أول أسبوع، حسب المادة اللي كان ياخذها وحسب الجرعة اللي كان ياخذها. تبدي آلام مفاصل، تبدي صداع ما طبيعي، آلام معدة، تقيؤ، الأعراض الجسدية، ارتفاع حرارة، خصوصا الأيام اللي بيبدي يترك بيها العلاج. دخوله عندنا نخفف من هاي الأعراض الانسحابية وما يشعر بيها، يعني نحن نعطي أدوية بديلة تخلي الجسم على نفس الوضعية، مجرد إلى حد انسحاب المادة الدوائية من دمه. فالأسبوع الثاني يكون صحته متحسنة وهو أصلا تارك المادة. تارك المادة، تمام. دكتورة، يعني في هذه الثلاثة شهور اللي تم افتتاح بها هذا المكان، زين هل هنالك من تعالج وجاء ليشكركم؟ أكيد بين فترة وفترة عندنا ناس تجي بس تشكرنا وما عداها اللي يدخلون بعدين عن معارف اللي دخلوا أول مرة. المعارف اللي إيه. زين دكتورة، ما هي نصيحتك للشباب خاصة وإحنا نريد تصلهم هاي المعلومة ويتقبلوها؟ والله كل مراهق وكل شاب مقتبل حياته بدال ما التجئ الشيء ينسيني الواقع اللي أنا بينه، أنا أغير الواقع اللي موجود، أشتغل، أعمل، أكمل دراستي. الحبوب والكبسلة وهاي الأشياء اللي عصير هي شيء وقتي، سعادة مؤقتة زائلة ما غيح تبقى. الأحسن أغير واقعي وإحنا موجودين. زين دكتورة، يعني هل هذا التعاطي يشعر الإنسان أو الشاب بأنه سيبتعد عن المشاكل مثلا؟ وربما تكون الحياة سعيدة. أو هروب من الواقع؟ هو هروب من الواقع فيخي يلتجئ لها، أو أكثر هي تجي من صديق سوء. أي صديق خذ هالكبسولة حتى هالحبة حتى تحس نفسك طاير مع الأرض. مراهقين وشباب وعيهم قليل فيبدي،
ووحدة تجر الخطوة الثانية للثانية. طيب يعني السؤال الأخير اليوم، إحنا في هاي المصحة يعني اللي موجودة حاليا، زين كم مريض عندنا حاليا؟ واحد داخل، بس الأسبوع اللي قبله كان اثنين خرجناهم، دخل واحد متطوع. ايه يعني هو اجى بنفسه؟ ايه قال انا بدي اتعالج، مشاكله كثرت مع اهله مع زوجته، المبلغ اللي حصله من شغله ما يكفينه للحبوب اللي اخذها، فمن نفسه قرر. وما عداها نصيحة من جاره اللي كان داخل عندنا قبل فترة فجاء. إذا أعزائي المشاهدين، نشكر الدكتورة انتصار عبد الكريم على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا. نلتقي بمواطن آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد تشرح لي كونك كمواطن موصلي، نعم، عن انتشار وباء اللي اسمه المخدرات والمتعاطين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مؤكد أنه هي طبعا ظاهرة غير حضارية، ورغم انتشارها السريع في العالم ككل وفي بلدنا، لكن اللي يسعدنا أنه الموضوع لحد الآن مسيطر عليه من قبل دائرة صحة نينوى بالتعاون مع القوات الأمنية. اللي نتأمل أنه تكون هناك محاضرات، ندوات ثقافية تثقيفية للشباب، أنه هذه هذا الموضوع أنه سيء جدا وراح يلقي في ضراره على المجتمع ككل. فاللي أتأمله أكرر يعني لازم تكون توعية بالنسبة للشباب حتى القضاء على هذه الظاهرة. زين، التوعية من خلال أيضا المساجد، من خلال المدرسين، من خلال المثقفين، من خلال إنشاء ورش عمل مثلا؟ نعم، في كل مكان، ابتداء بالمدارس وبالشباب اللي هم صغار السن وصولا إلى الكبار. طبعا احنا حتى في المساجد برأيي يعني كان تكون الخطب في يوم الجمعة تتناول هالموضوع. احنا ما يفيدنا نتناول مواضيع قديمة صارت مواضيع ما تتقبل من قبل المواطنين. هذا المواضيع هسه واقع حال، لازم حديث الساعة، احنا لازم ننشر هذا الموضوع في الشباب ككل حتى نحصل على نتائج إيجابية. إن نترك الموضوع فأنا أتوقع وأقول أنه سلبية راح تصير. ايضا نعم. الوالدين ايضا الوالدين بالطبع البيت هذا ضروري جدا. هذا ايضا احنا حنقسم ونجزئ الموضوع بالبيت بالمدرسه بالجوامع في كل مكان. المحاضرات يجب ان تكون تصل الى كل الشباب انه هذه الظاهره سلبيه وممكن تلقي ظلالها على المجتمع بصوره سلبيه كبيره. نعم تمام. زين، انت كونك كمواطن موصلي ايش تنصح من في هذا المجال انه مثلا متعاطي يروح للعلاج مثلا ويعالج نفسه ويتخلص من هذا الوباء؟ هو اكيد بالمحاضرات راح يتقبل المتعاطي انه هذه حاله سلبيه، لازم يتقبل العلاج، يتقبل النصائح من قبل الكل. اما ان ينترك فواحد راح يكون للثاني وراح نحصل على نتائج سلبيه والعياذ بالله. طبعا اول سؤالي لك جنابك كشاب، يعني تنصح الشباب اللي يتعاطون الحبوب المخدره؟ تمام. اولا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننصح الشباب اللي بول اعمارهم يعني يبتعدون عن هذا الطريق، وهذا الطريق لازم يراد لها توعيه من قبل جامعات والمدارس والجوامع خطباء وندوات وورش. زين، برأيك أنت تسمع يعني بين آونة أخرى تسمع أنه أكو تعاطي للحبوب المخدرة؟ نعم نسمع هذه، بس مسيطر عليها من قبل كوادر الصحة، وأكو تثقيف بالشارع، وأكو يعني أكو جماعة يستقبلون النصائح واكو ما يستقبلون النصائح. زين، باعتقادك انت كمواطن مثقف تعتقد انه احدى وسائل القضاء على الشباب هي تعاطي المخدرات؟ ما مسموح، يعني هي لازم تسيطر عليها من قبل الاب الاهل، تسيطر على الشباب وعلى يعني هاي الطريقة تقضي على الشباب.
نعم. شلون تقضي عليهم ولا لا؟ هي هاي الظاهره تقضي عليهم اذا ما التوعيه من قبل الاب والام وال متابعه منين؟ من الاهل. يجب على الحكومة اليوم وهي جادة في القضاء على المخدرات، ولكن يجب عليها أن تكون أكثر جدية في القضاء على المخدرات، أكثر حرصا، أكثر يعني خلينا نقول وعيا يعني في كيفية دخول هذه المخدرات. احنا اليوم نسمع إلقاء القبض على كذا يعني حبوب من الحبوب، كذا آلاف من الحبوب، كذا ملايين ربما من الحبوب دخلت عن طريق أحد المنافذ الحدودية، وصلت إلى المحافظة الفلانية، إلى وصلت إلى محافظة الأنبار، وصلت إلى محافظة النجف، إلى محافظة كربلاء، إلى البصرة، وصلت إلى محافظة نينوى، بمعنى أنها اجتازت آلاف الأمتار أو آلاف كيلوات الأمتار يعني الكيلوات حتى وصلت إلى هذه المحافظات. بالتأكيد هنالك تراخي من قبل الجهات المعنية بالأمر. نحن نعي أن الحكومة كما قلنا جادة، وأنها تحاسب وتضرب بيد من حديد على متعاطي المخدرات أو الذي يروج المخدرات، ولكن نتمنى من القانون العراقي أن يكون جازما أكثر في العقوبات المناطة بمتعاطي المخدرات ومن يروج المخدرات. نحن اليوم أولا بين مروج المخدرات وبين متعاطي المخدرات. ربما مروج المخدرات يجب عليه أن يعاقب بمعاقبة شديدة جدا، لأن هذا يعني طبعا يفتك بالبلد، هذا يفتك باقتصاد البلد، يفتك يعني بشبابنا. قبل فترة ربما في إحدى المحافظات الجنوبية هنالك عبر إحدى الفضائيات يعني شاهدنا أحد التقارير أن هنالك بائع للشاي يعني قام بوضع الحبوب في قور الشاي لمدة طويلة من الزمن، والناس اللي كانوا يشربون هذا الشاي طبعا وصلوا إلى حالة الإدمان دون أن يعوا أنهم يتناولون المخدرات. طبعا هذا المفروض يحكم عليه بماذا؟ يعني هذا تسبب بفساد عوائل كثيرة، تسبب بأنه نقل هؤلاء الأشخاص من أشخاص سليمين إلى أشخاص مصابين يعني بداء التعاطي وبداء المخدرات. فنقول اليوم الأمر يعني مناط بادئ ذي بدء بالحكومة. سيدنا عثمان يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نحن نقول أنها حرام، ولكن يبقى النازع لهذا الأمر المانع لهذا الأمر هو السلطة التنفيذية في هذا البلد على رأسهم الشرطة المجتمعية أو شرطة مكافحة المخدرات مشكورين. يجب عليهم أن يعني يكثف وجودهم في القضاء على هذه الظاهرة التي فتكت ببلدنا اليوم وفتكت بشبابنا، واليوم أصبح العراق مع الأسف يعني أصبح يعني معبر للمخدرات إلى من ما بين الشرق وما بين الغرب، وأصبح كثير من شبابنا اليوم يتعاطون هذه الحبوب المخدرة. كما أنه بالتأكيد أن هنالك دورا مهما لمن ولاهم الله عز وجل يعني الوعي والإرشاد على رأسهم أئمة وخطباء المساجد، وكذلك المدرسين والعاملين في مجال التعليم بما يلونه إليه يعني من توجيهات خلال مدارسهم. حقيقة يعني الأمانة الخطبة الموحدة تناولت يعني مسألة المخدرات بأكثر من خطبة واحدة، ربما كمسألة فقهية، ربما في خطبة عامة، يعني في أكثر من موطن واحد، يعني في أكثر من موطن وفي أكثر من جمعة تناول أئمة وخطباء الموصل الحديث عن المخدرات وضررها. ولكن بالتأكيد أن أغلب المتعاطين المخدرات ليسوا من المصلين، حتى نكون يعني صريحين مع أنفسنا، يعني بمعنى أننا ننادي أو نسمع أصواتنا لمن أصلا لا يتعاطى المخدرات، وبالتالي الذي يتعاطى المخدرات ربما يغيب عن مساجدنا، فبالتالي نحن لا نصل إليه عن طريق إعلامنا. ولهذا يعني قنواتكم الكريمة الفضائيات يعني التواصل الاجتماعي ربما لها دور أكثر فاعلية في إيصال هذا الأمر، كما قلنا لأنها تصل إلى العامة، تصل إلى المصلي وتصل إلى غير مصلي، تصل إلى الشباب، تصل إلى الشيوخ، تصل لكل فئات المجتمع. كما أنه يجب على أيضا مديريات التربية أو الجامعات يعني في العراق أيضا التنبيه لمثل هذا الأمر، إجراء دورات، إجراء يعني توعيات، إجراء ورشات يعني في خطورة المخدرات على كل المستويات، لأنه لا شك أن الفئة التي تتعاطى المخدرات هي ما بين يعني عمر 15 سنة إلى 25 إلى 30 سنة، هي هذه الفئة المقصودة وهي المطلوبة، وهذه الفئة هي ما بين يعني إعدادية وما بين جامعة. ولهذا الأمر مناط اليوم بتدريسين سواء كانوا في الإعداديات أو في الجامعات العراقية أن يعني أيضا يجعلون هناك ورشات توعوية في مخاطر المخدرات من أجل لعله يعني نقضي على هذه الظاهرة. كما أن للأسرة أيضا دورا عظيما يجب عليه أن لا نغفل عنه. اليوم بالأمس كان أحدنا إذا تأخر ليلا يعني يسأله والده أين كنت، مع من تسير، أنت هاي الشخص اللي تسير معاه يصلح أن يكون صديقك، ما يصلح أن يكون صديقك. اليوم بدأنا لا نرى هذا الاهتمام من قبل يعني أولياء الأمور، ابنه يرجع الساعة 1 بالليل، الساعة 2 بالليل، اليوم يعني الناس تسهر إلى صلاة الفجر. طيب أنت ما تسأل ابنك هذا لما يروح للكافيتيريا، يعني ما الذي يفعله في الكافيتيريات مع
جل احتفاظ يعني احترامي للكافيتيريات في مدينة الموصل والقائمين عليها، ربما لا يذهب إلى الكافيتيريا، ربما يذهب إلى التسكع في إحدى الطرقات، ربما صاحب أصحاب الشر وبالتالي قادوه إلى مثل هذا الأمر. يعني الشاعر يقول: لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه أو عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتدي. اليوم الصاحب ساحب، يعني أولياء الأمور يجب عليه أن يعرف ولده مع من يمشي مع من يسير، لعله كما قلنا أن يكون هذا سببا لهلاك ولده وتعاطيه المخدرات. دكتور، سؤال مهم جدا هو هذا، يعني أعراض المتعاطي، يعني ما هي الأعراض وشو تخليه بالأخير يحس، يعني مثلا يعني مثلا يخرج عن النفسية العامة للمجتمع أو يعني يشعر بالوحدة، يعني هاي الأعراض اللي أعرفها. يعني الأعراض اللي تظهر على المريض، أكو أعراض عضوية وأكو أعراض تأثر على مستوى الشخصية. يعني الأعراض العضوية نوع الآلام اللي قد تسبب الجسم أو يشعر به الشخص نتيجة عدم التعاطي، زين، بعد التعاطي يدخل مرحلة من فقدان الشخصية أو الخروج عن التوازن بالنسبة للمريض. هذا قد يؤدي بالنتيجة عزل المريض عن المجتمع، راح يحاول يعزل نفسه، عدم إمكانيته القيام بالواجبات الاجتماعية، واجبات الوظيفية وما يترتب عليه من تأثيرات اجتماعية هذه، بالإضافة لباقي العوامل أو الأعراض اللي قد تظهر على المريض، ممكن قد توصل إلى مرحلة الانتحار أو الهلوسة حسب مرحلة التعاطي أو درجة التعاطي أو نوع المادة اللي يأخذها المريض. يعني تأثيراته السلبية كبيرة جدا. جدا كبيرة، يعني تأثيرات على مستوى الشخص نفسه وعلى مستوى المجتمع. يعني على مستوى الشخص اللي التأثيرات اللي تحصل تأثيرات الصحية، هذا رقم واحد. ثانيا على مستوى العائلة، الانعزال عن الفرد، انعزال الابتعاد عن الوظيفة، عدم إمكانية القيام بواجبات الاجتماعية، وبالإضافة إلى تأثيرات على مستوى المجتمع ككل. يعني عدم خروج المتعاطي أو دخول المتعاطي في مرحلة الهلوسة أو فقدان الشخصية، ممكن قد يقوم بحالات اعتداء على ما حوله أو حالات تخريب، لأنه هو خارج حدود السيطرة. دكتورة، يعني شلون تشوفين مدى تلقي المريض لحالات او مثلا يعني مراحل العلاج؟ يعني مثلا انا مريض مثلا اخذ كذا يعني اتعاطى، يعني شلون تشوفين تقبل المريض الى المراحل العلاج؟ اللي داخلين عندنا كان نوعين، نوع هو من نفسه جاء وعالجوني وأنا بديت أخسر مالي، أخسر أهلي، أخسر صحتي، عالجوني، وأكو نوع أهله قسرياً جابونه. حتى النوع الثاني يوم العي يطلع هو عيكون ممنون مننا. تمام. فقط الذكور يعني يتعاطون المخدرات؟ اللي داخل عندنا فقط كان ذكور بس، الله أعلم. أصحاب الشخصية القوية دائما تجدهم لا يعبرون هذه المرحلة، مرحلة الإدمان، عندما تعرض عليه يمتنع ويذهب ويتجه اتجاه آخر. أما أصحاب الشخصية الضعيفة هم المستهدفون. بعدين أكو مسألة أخرى، الدول المعادية لنا كيف يعني راح موديل الجيوش هسه حاليا؟ احنا اقول لك شلون ندمر شعب بالحبوب بالكذا، اكو طرق كثيره. نعم يعني بلا تاكيد يعني هنالك من يتعاطى المخدرات كما افدت، من اصحاب النفوس الضعيفه خاصه الذي يمر بازمه، يعني كان صحيه، كان ازمه ماديه، ازمه اجتماعيه، يلجا الى الخلاص من هذه الازمه كما يظن هو الى انه يتعاطى المخدرات هروبا من الواقع، ولا يعلم انه يخرج من ميدان ممكن علاجه، يعني مهما كانت أزمته مادية أم حتى صحية أو اجتماعية، إلى ميدان لا يمكن علاجه وإلى طريق لا يمكن عودته فيه.
يعني المخدرات ليست علاجا لمشاكلنا الاجتماعيه. اليوم انت عندك ازمه ماديه تلجا الى المخدرات، مو انت اصلا راح تطمس بازمه ماديه اكبر، عندك ازمه اجتماعيه مثلا تلجا الى المخدرات، انت راح تتفاقم عندك هذه المساله او الازمه الاجتماعيه وحتى الصحيه تتفاقم. الخمور او المخدرات ليست حلا للخروج من واقعنا حتى ولو كان واقعا مؤلما. كما تفضلتم ان صاحب العقل الرصين وان صاحب الاتزان وان صاحب يعني العلم بالتاكيد لا يقع في مثل هذه الشراك ولا يقع في مثل هذه الشباك، وانما يكون دائما ناجيا من مما يحاك ويعني ويخطط. بلا شك ان اليوم دول الغرب يعني والدول المستفيده من دمار العراق طبعا والدول المجاوره والدول الاسلاميه والعربيه بلا شك ان اليوم يستخدمون كل الوسائل لضعاف شبابنا، وعلى رأس هذه الوسائل اليوم في العصر الحديث الإعلام، وعلى رأسها أيضا المخدرات. يعني اليوم إعلامنا كله بيد الغرب وهو يعني مسير، ويفعلون بنا ما يشاءون، يبثون إلينا ما يشاءون، وبالتالي المخدرات اليوم أيضا وسيلة لدمار هذا الشعب. من نجا من الصفحة الأولى من الإعلام ربما وقع بالصفحة الثانية من المخدرات. على شباب أن يكون واعي، لأنه بصراحة المخدرات طريق لا عودة. اليوم يعني من يتعاطى المخدرات من الصعوبة بمكان أن يترك المخدرات. احنا نتكلم يعني بصراحة أكثر، اليوم من يتعاطى السجائر مع قلة يعني النسبة المخدرة فيها وحتى انعدامها، ولكن يصل إلى حالة من الإدمان لا يمكن ترك السجائر. اليوم ناس كثير تنوي يقول راح تبطل السجائر، ربما شهر شهرين يبطل وبعدين يرجع إلى ذلك لين وصل إلى حالة من الإدمان. هو رأى أن راحته في يعني بالسجائر. طيب إذا هو الإنسان ما يستطيع أن يترك السجائر لأنها مدمنة مع ما يعني مع كما قلنا يعني خلوها من المخدرات أو المادة المخدرة، فكيف بمادة مخدرة أصلا ومحرمة شرعا كيف يستطيع تركها؟ بالتأكيد أن تركها لن يكون سهلا، وأن تركها ربما يتطلب أشهر طويلة، وربما يتطلب أدوية، وربما يتطلب مبالغ عظيمة تقع على كاهل هذا المدمن. فنقول لإخواننا وشبابنا وأبنائنا حفظهم الله تعالى: هل أنقذتم نفسكم قبل الضياع؟ فبلدكم بحاجة إليه إليكم، مجتمعكم بحاجة إليكم، أسركم بحاجة إليكم، أنفسكم نفسها بحاجة إلى أبدان قوية وصحيحة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هكذا قال ربنا جل وعلا. راح ننتقل الى مواطن اخر، راح نساله حول المخدرات وتاثيرها على الشباب. عندنا بالنسبه للاباء انه ينصحون ابنائهم على طريقه الحبوب هذه يعني تخدر الجسم، ما يعني ما زينها يعني تاثر على المجتمع كله بصوره عامه. الاب شلون يتابع ابنه؟ يعني مثلا يتابعه يراقبه يوميا؟ يتابعه يوميا، يراقبه الاب الام الزوجة أو الأخ، حتى يعني لا أصير هاي البلبلة. إيه يعني معناتها إنه أيضا هم بالجوامع يعطون مثلا بعض التوجيهات. الخطباء جوامع ينطون هاي التوجيهات من الحبوب ما حبوب، يعني هاي ما زينة، يعني تأثر على المجتمع بصورة عامة. أنت تسمع عن هاي الأمور؟ طبعا أسمع، والله اسمع وشوية يعني اضوج، والله يعني هاي يعني مفعولة كلش ما مليا. تسمع يعني اكو هالشيء هذا؟ اي ها؟ اي زين، منو له دور يمنع هذا الشيء؟ الحكومة. الحكومة هي اللي يسيطر على هاي الشغلة. لازم تتابع هذا الموضوع. لازم تتابع هذا الموضوع. شو تتابع الحكومة؟ تتابع هاي الشغلات الحبوب وما حبوب. هي اشون تفوت الحبوب غير عن طريق الحدود وما حدود. هاي الحدود يسيطرون عليها، منين تجي الحبوب؟ حتى ما تأذي شبابنا، حتى ما تأذي شباب المجتمع. إذن راح نلتقي بأحد الشباب اللي راح يقدم النصيحة لإخواننا الشباب بعدم تعاطي المخدرات وأهم المشاكل اللي شفتها. السلام عليكم. والله موضوع تعاطي المخدرات موضوع كارثة على المجتمع، وأنصح أنه الشباب الابتعاد عنه. أصبح موضوع أنه تعاطي الانتخارات أنه يفقد، ما يعرف نفسه وين يروح وين يجي إيش يسوي. فموضوع المخدرات أصبح منتشر ببلدنا مع الأسف على هذا الشيء، أنه نطالب الحكومة أنه تمنع هذا النوع المخدرات أنه تنباع بالمحافظات وبالعراق عامة.
لأن أصبح موضوع المخدرات موضوع كارثة على المجتمع. فأنا أعرف جماعة يعني رجل يشتغل صاحب عامل يشتغل هو وعنده زوجة وعنده أطفال، فزوجته طلبت الطلاق منه في سبب المخدرات، يشتغل يبلع بالمخدرات وأطفاله وزوجته مجرد لا لقمة عيش ولا شيء، تهستر بس على المخدرات. والموضوع المخدرات كوارث كثيرة وكنا نعرف هذا الشيء، فلما يبلع المخدرات يفقد ما يفسر أي شيء قدامه، فينساق لأعمال إرهابية أعمال إجرامية قتل سرقة، كل هذا المخدرات تحت على هذا الشيء. فنطالب الحكومة أنه تمنع المخدرات وتحارب اللي يتاجرون بالمخدرات. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا، وبحسب الشرطة المجتمعية أن محافظة نينوى هي الأقل انتشارا للحبوب المخدرة. هنالك نصائح قدمها رجال الدين، والمفروض على الآباء مراقبة أبنائهم، وهنالك لابد أن يكون حصار على هؤلاء ومراقبة المروجين والحصول بالنتيجة على شباب يعمل من أجل وطنه مخلصا بعيدا عن المخدرات التي ربما تفتك بالمجتمعات. تحياتي.